السلام عليكم ورحمة الله. يتجدد لقاؤنا في درس جديد من دروس اللغة العربية للصف التاسع في مهارة النحو. عنوان درسنا: الاسم المقصور والاسم المنقوص، الجزء الأول. بداية، قد يجد البعض صعوبة في التمييز بين هذين الاسمين، لكن اليوم سوف نتعلم كيف نفرق بينهما ونتقن قاعدتهما معًا. أهداف درسنا لهذا اليوم: يتوقع منك عزيزي الطالب في نهاية هذا الدرس أن تكون قادرًا على أن تحدد الأسماء المقصورة والأسماء المنقوصة تحديدًا صحيحًا، وتعرب الاسم المقصور إعرابًا صحيحًا، وأخيرًا توظف الاسم المقصور في جمل مفيدة من إنشائك. بداية، افتح كتابك على الصفحة 60 بعد 100 واقرأ الأمثلة متأملاً الكلمات الملونة. ما نوع الكلمات الملونة باللون الأحمر وباللون الأزرق؟ أهي أسماء أم أفعال؟ أحسنت، جميعها أسماء، وهي أسماء معربة وليست مبنية. بما انتهت هذه الكلمات؟ الكبرى، أوروبا، إحدى، القرى، الكلمات الملونة باللون الأحمر في الفقرة. أحسنت، انتهت بألف لازمة أي من أصل الكلمة. أحسنت. ما حركة الحرف قبل الآخر في هذه الكلمات؟ بارك الله فيك، الفتحة. إذن هنا عندي اسم آخره ألف لازمة مفتوح ما قبلها. نرى الآن الأسماء الملونة باللون الأزرق. بماذا انتهت هذه الكلمات؟ القاصي، الداني، المتنامي. أحسنت، أيضا انتهت بياء لازمة من أصل الكلمة. ما حركة الحرف قبل الآخر في هذه الكلمات؟ أحسنت، الكسرة. وهذه الياء، هل هي مشددة أم غير مشددة؟ أحسنت، الياء هنا غير مشددة. إذن دعونا نستنتج تعريف الاسم المقصور والاسم المنقوص. إذن من خلال الفقرة عرفنا أن الاسم المقصور كالقرى، الكبرى، عصا، دنيا، هو اسم معرب آخره ألف لازمة مفتوح ما قبلها، وقد تكون الألف قائمة أو مقصورة. أما الاسم المنقوص، القاصي، الداني، دان، قد تحذف الياء كما سنرى في الدرس القادم. الاسم المنقوص أيضا اسم معرب آخره ياء لازمة غير مشددة مكسور ما قبلها. والآن أنت قادر على الإجابة عن السؤال الأول في الصفحة 62 بعد 100. ضع خطاً تحت كل اسم مقصور، وخطين تحت كل اسم منقوص فيما يأتي. فهم السؤال نصف الإجابة. أوقف الفيديو قليلاً وسنعود لنستعرض الإجابات سوياً. لنبدأ في المثال الأول. أحسنت، الفتى اسم مقصور. أحسنت، في المثال الثالث الغنى اسم مقصور، بارك الله فيك. أيضا غنى، بارك الله فيك، أيضا اسم مقصور. ممتاز، وعندي في المثال باء منتمن، منتمي، الياء هنا محذوفة لكن هذا اسم منقوص. أحسنت، أيضا أحسنت، راميا اسم منقوص. إعراب الاسم المقصور: يطلب الفتى العلا بالجد لا بالمنى. لاحظ أن الأسماء المقصورة تنتهي بألف، وهذه الألف هي الألف اللينة التي درستها في درس الإملاء، ودرست قاعدة كتابتها متى تكتب قائمة ومتى تكتب مقصورة. لنبدأ بالإعراب. يطلب الفتى، من الذي يطلب؟ أحسنت، الفتى، إذن ما موقعها الإعرابي؟
بارك الله فيك، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هل الضمة ظاهرة على آخر الاسم؟ أحسنت، هي غير ظاهرة، إذا نقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف للتعذر. يطلب الفتى العلا، ماذا يطلب الفتى؟ إذا موقعها الإعرابي، أحسنت، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هل تظهر الفتحة على الألف؟ أحسنت، لا تظهر، إذا وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف للتعذر. لا تظهر الفتحة على الألف، لكن التنوين يظهر، نقول فتن علن. نكمل الإعراب بالجد لا بالمنى. المنى سبقت ب، أحسنت، بحرف جر، إذا نقول بارك الله فيك، اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف للتعذر. إذا القاعدة يعرب الاسم المقصور بحركات مقدرة على آخره رفعا ونصبا وجرا للتعذر. والآن لنأتي إلى النشاط الأول، أعرب الكلمات التي تحتها خط إعرابا صحيحا. المؤمن ينأى بنفسه عن أذى جيرانه، والآية الكريمة فإذا جاءت الطامة الكبرى. لنبدأ بالمثال الأول، عن أذى، ما إعراب أذى؟ أحسنت، اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف للتعذر، بارك الله فيك. الكبرى، الطامة الكبرى، أحسنت، نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف للتعذر، أحسنت الإجابة. والآن أنت قادر على الإجابة عن السؤال الخامس في الصفحة 63 بعد 100. سنكتفي بإعراب المثال الثاني والذي يحوي اسما مقصورا. أوقف الفيديو قليلا وسنعود لنستعرض الإجابات سويا. قال تعالى قل إن الهدى هدى الله. الهدى، ما موقعها الإعرابي؟ إن الهدى، أحسنت، اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف للتعذر، بارك الله فيك. والآن لنأتي إلى التوظيف، عبر عن الصور الآتية بجمل تحوي اسما مقصورا. الصورة الأولى، أحسنت، ما أطيب ربا بلادي. الصورة الثانية، رضا الأم أغلى كنز في الوجود، بارك الله فيك. والآن لنجب عن السؤال الثاني في الصفحة 62 بعد 100. املأ كل فراغ مما يأتي باسم مقصور أو اسم منقوص مناسب. أوقف الفيديو قليلا وسنعود لنستعرض الإجابات سويا. ألف، اسم مقصور، أحسنت، مصطفى فتى مهذب. باء، اسم مقصور، أحسنت، مكة المكرمة مهوى الأفئدة. جيم، اسم مقصور، أحسنت، درجة الحرارة العظمى هي أقل درجة يتم تسجيلها خلال 24 ساعة. دال، اسم منقوص، أحسنت، لم أره إلا راضيا بقضاء ربه. والآن إلى السؤال الرابع في الصفحة 63 بعد 100. سنأخذ الأسماء المقصورة مرمى، عصا. نوظف مرمى في جملة على أن تكون في موضع رفع، وعصا ستكون في موضع نصب. أوقف الفيديو قليلا وسنعود لنستعرض الجملتين سويا. لنبدأ، مرمى، أحسنت، مرمى الخصم مرتع أهدافنا، مرمى هنا في موضع رفع، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف للتعذر.
عصا؟ أحسنت، إن العصا لمن عصى وليس لمن وعى. العصا هنا أحسنت في موضع نصب، اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف للتعذر. أحسنت الإجابة. خلاصة درسنا لهذا اليوم: قمنا بتحديد الأسماء المقصورة والأسماء المنقوصة تحديداً صحيحاً، كما قمنا بإعراب الاسم المقصور إعراباً صحيحاً، وفي النهاية قمنا بتوظيف الاسم المقصور في جمل وفقرات من إنشائك. إلى هنا يكون درسنا قد انتهى، وإلى أن ألقاكم في الجزء الثاني من هذا الدرس، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.